3 ساعات الا تلت النور قاطع. اللي نعرفونا مطلوب مننا ايه نعمله واحنا نعمله اكتر من ان احنا بندفع تمن الكهرباء اللي بنستخدمها. انت بتوفرها ليه؟ انا بدفع تمن الخدمه اللي انت بتقدمها لي، انت مش بتديهاني ببلاش، انت مش مدعم لي الكهرباء، انت غلت الكهرباء السنه اللي فاتت دي 4 مرات واحنا بندفع. احنا عارفين موجه الحر اللي بدات تخش في البلد والكهرباء بتقطع، فنعمل ايه؟ مفيش حلول عندنا في البلد، نلجأ لربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده الصح يعني، ده الاساس، بس هو احنا نقضيها كلها درواشه بقى كده يا معلم ولا ايه؟ يعني احنا كل مشاكلنا هنقضيها بالدعاء؟ طب الحكومه مش هتعمل، الحكومه نفسها انت مش هتدعي؟ انتوا عاملين تقطعوا علينا الكهرباء من اول السنه وماشي، بقيتوا تجيبوا لنا امتحانات شبه وشكوا وماشي، امتحانات بتتسرب ومجهودنا بيطير وماشي، لكن تقطعوا لنا الكهرباء بالـ7 والـ8 ساعات في ناس عارفها من 8 لـ9 ساعات عندهم بيقطعوا تمام في ليله الامتحان، فده مش ماشي. احنا حرفيا حياتنا بقت واقفه بسبب الكهرباء والاسانسير، يعني ممكن شغل يتلغي ومصالح تتعطل علشان احنا خايفين نركب الاسانسير فهيقف بينا لان النور بقى بيقطع. امبارح والنهارده قطع قبل ميعاده وقعد لبعد ميعاده بكتير، ومش قادرين نطلع ادوار زي 17 و20 دور لان ده كتير، واصلا تصميمات السلالم متعبه، فكل حاجة بقت واقفة بسبب قطع الكهرباء اللي هو حتى لو تقبلناه فهو غير منظم. مين أكتر حاجة قلقاني إيه في الموضوع بتاع انقطاع التيار الكهربائي؟ إن إحنا يعني كنا بادئين بساعة، بقينا ساعتين، بقينا 3 ساعات. خايف لا يجي النهار في يوم من الأيام يتقسم لنصين، نص ما فيهوش كهرباء 12 ساعة، والنص التاني هو بس اللي يا دوبك فيه نشوف بعض من بعد صلاة الفجر لحد أذان المغرب، وبقية الوقت يكون كله ضلمة.